بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام الدستور البلاد وقوانينها. مبروك ساعة فعلي. أشكر السعيد الوزير بصراحة هذوما شوف هذه دراسة وجيبة في قرور التوكار الذي في المسيط في جزيرة سيطة فعلي عندنا مكان آخر قرع تونس يلزمها تسترجع الصورة تاعها العقل يتطور بعد حتى الصحافة الفرنساوية ولو يعتبرونا نحن بلاد الإرهاب ولا كذا احنا معملين عليه وعندنا فكر فيه وربي يوفقك يعيش الله فيك مرحبا.